طيب احنا في شابتر، ما زلنا في شابتر 2 اللي بيتناول الابليكيشن لاير، الخدمات المقدمة ووظائف الشبكة في الجزء المتعلق بالابليكيشنز، واللي مينلي بيركز على البروتوكولز، الحوارات اللي بتدور ما بين الأطراف علشان ننقل الداتا. والبروتوكولز تختلف باختلاف نوع الداتا. فاستعرضنا مع بعض البروتوكولز المستخدمة لنقل صفحات الإنترنت، والبروتوكول يعني اللي هو HTTP Hyper Text Transfer Protocol. وإحنا بنستعرضه جبنا سيرة كذا بروتوكول تاني زي الـ FTP File Transfer Protocol والـ SMTP اللي هو بينقل الإيميل، وده بقى اللي هناخده بالتفصيل دلوقتي. هو ذكر فيما سبق كاسم بروتوكول وكوظيفة أساسية، ولكن تفاصيله هي اللي لسه هناخدها النهاردة. برضو من ضمن ما ذكر فيما سبق في الجزء اللي فات، يعني نوعين من العلاقات ما بين الأطراف وبعضها. النوع الأول اللي هو الكلاينت سيرفر، خادم ومخدوم، خادم وعميل. والنوع الثاني بير تو بير أو بي تو بي. فالتصنيف ده ذكر قبل كده واتقال، ولكن له تفاصيل في البي تو بي زي ما انتم شايفين كده في 2.5. فالتفاصيل لسه هناخدها، لكن المفهوم نفسه ذكر فيما سبق. برضو من ضمن ما ذكر فيما سبق أنواع نقل الداتا، فالداتا نفسها ليها أنواع، وحسب نوعها نقلها بيبقى له مواصفات معينة. فلو كانت داتا فايلز مثلا أو إيميل، تختلف عن لو كانت أوديو أو فيديو. برضو اتكلمنا في الجزئية دي، اتكلمنا أعتقد وقت مش قليل، ومع ذلك هو فارد لها لسه في 2.6 جزء مخصوص عشانها. ربما يعني حتى كمان ما نحتاجش ان احنا نفتح فيه قوي، يعني لسه لما نجيله يعني هنشوف الحاجات المهمة اللي فيه ممكن ناخدها او نستبعد حاجات. اخر حاجة في الشابتر اللي هي احنا غالبا بنستبعدها، السوكت بروجرامينج، او لو في فرصة ندي عليها فكرة فقط، بس هي بصفة عامة بتهتم باللي عايزين يكتبوا بروجرامز على النتورك. وبالنسبة لكم يعني الجزء ده مش ذو اهمية، يعني ممكن يبقى الناس بتوع الكمبيوتر هم اللي يهتموا بالجزء ده اكتر. طيب حاليا قدامنا الايميل، فالبروتوكولز المستخدمه في نقل الايميل هي بروتوكولز يعني متعدده كذا واحد، اشهرهم ال SMTP Simple Mail Transfer Protocol. طيب هنا في الصوره اللي باينه قدامنا هنلاقي عندنا طرفين، اللي هو اليوزر ايجنت اللي مكتوب هنا على الأجهزة دي، الشاشة والكيبورد. هتلاقوا هنا في طرف فوق اسمه يوزر ايجنت، وفي هنا الثلاثة اللي على جنب دول يوزر ايجنت، وفي اللي تحت الاثنين دول اسمهم يوزر ايجنت. المفروض ان كل دول بيبعتوا لبعض ايميلز. طبعا في اللحظة الواحدة هم طرفين بيبعتوا ايميل، كل طرف فيهم بيتواصل مع ميل سيرفر. اذا هناك وسط أولانية من أي يوزر ايجنت إلى ميل سيرفر. الميل سيرفر وليكن أنا دلوقتي بشاور على تحت، في خط بينه وبين الميل سيرفر الثاني اللي فوق مكتوب عليها الـ SMTP. إذن الـ SMTP هو بروتوكول يستخدم ما بين الميل سيرفرز وليس من اليوزر ايجنت مباشرة، هو بيستخدم من ميل سيرفر إلى ميل سيرفر. الميل سيرفر الثاني يتصل بعد كده باليوزر ايجنت اللي فوق. ما بين الميل سيرفر اللي فوق والميل سيرفر اللي على جنبه برضه SMTP، ما بين اللي على جنبه واللي تحت SMTP، يبقى كل الاتصالات ما بين الميل سيرفرز تستخدم لغة الحوار
المسماه سيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، بينما اليوزر ايجنتس هما بينهم وبين الميل سيرفر لغة حوار تانية مختلفة. اليوزر ايجنت اللي هي الأجهزة بتاعتنا احنا العادية، أجهزتنا ما عليهاش ميل سيرفر، لا تمثل سيرفر لتجميع الإيميلات ونقلها، لكن احنا بنفتح برامج كلاينت بروجرامز، برامج تخاطب الميل سيرفر. زي ايه؟ زي الاوتلوك بتاع مايكروسوفت، كل الحاجات التانية اللي شبهه اللي بتتعامل مع الميل سيرفر علشان تقرأ منه الايميلز وتبعت له ايميلز. ففعليا كل واحد فينا له اكاونت على الميل سيرفر. الميل سيرفر ممكن يكون الجوجل ميل سيرفر اللي هو الجيميل، او اي حاجة تبع مايكروسوفت زي الاوفيس اللي احنا شغالين بيه في الجامعات دلوقتي، اوفيس 365، او الحاجات القديمة زي ياهو هوت ميل وغيره، حاجات دلوقتي كتير يعني. الميل سيرفر هو الجانب الخدمي او الخادم، السيرفر بارت من العلاقه مع اليوزر ايجنت اللي هي عندها كلاينت. اليوزر ايجنت عنده كلاينت، والكلاينت بيكون البرنامج المقابل للي موجود في الميل سيرفر عشان يكلموا بلغه يفهموها هما بينهم من بعض. وممكن اصلا ما يكونش عندي كلاينت بروجرام، يكون عندي براوزر. البراوزر ممكن يعمل كما لو انه كلاينت بروجرام، يعني الجوجل كروم، الفايرفوكس، الانترنت اكسبلورر، دول كلهم براوزرز يعملوا كما لو كانوا كلاينت بروجرام بيخاطبوا الميل سيرفر، او هم فعليا بيقروا صفحات متاحة لهم على الميل سيرفر، ومن خلال الصفحات دي بيقدروا يدخلوا على الاكاونت بتاعهم ويشوفوا الايميل ويعدلوا ويبعتوا ويمسحوا ويعملوا كل حاجة. فهنا بيقول لك انا عندي أجزاء، ثلاثة components: user agent الأشخاص العادية إحنا، والميل سيرفرز مش إحنا، دول اللي عندهم الـ inbox بتاعنا، إحنا عندنا account وفيه الـ inbox ده موجود على الميل سيرفر، والبروتوكول المستخدم ما بين الميل سيرفرز وبعضها SMTP. بالنسبة للأطراف العادية اللي هم الـ user agents as known as mail reader اللي بيقرأ الإيميل، وده من خلاله، من خلال بقى الكلاينت بروجرام زي الأوتلوك والثاندر بيرد والآيفون ميل كلاينت وإلى آخره، نقدر نكون إيميل ونعمل إيديت فيه ونقرأ الإيميلات اللي جاية. أي إيميل جاي لنا هو بيجي لنا على الميل سيرفر بتاعنا، على الاكونت اللي هنا. انا بشاور هنا على الميل سيرفر، اي واحد من الثلاثه دول، انت تابع لواحد من الثلاثه دول، فانت الايميل اللي بيجي لك بيتخزن على الميل سيرفر، ما بيجيلكش على الجهاز بتاعك انت، اللي من خلال الكلاينت بروجرام اللي عندك او من خلال البراوزر بتدخل على الميل سيرفر تقراه. بس هو فعليا بيجي فين؟ بيجي على الميل سيرفر، بيقف هنا. وكذلك لما بتيجي تبعت لحد، انت ما بتبعتش مباشرة من جهازك، انت لازم تبعت للأكاونت بتاعك اللي هو الميل سيرفر، وهو من عنده بيبعت للميل سيرفر بتاع الشخص التاني اللي انت بعت له الايميل. وزي ما احنا شايفين ما بين التو ميل سيرفرز بيستخدم البروتوكول SMTP. هنا بيوصف الميل سيرفر نفسه، الميل سيرفر بينظره في الطبيعة في الحياة العادية بالميل بوكس، صندوق البريد، contains incoming messages for users والmessage queue of outgoing mail messages. فعنده هنا صندوقين، صندوق للرسائل اللي جاية وصندوق للرسائل اللي رايحة. الرسائل اللي رايحة ما بيبقاش صندوق، بيبقى طابور، طابور بحط فيه الرسائل اللي انا عايز ابعتها لاشخاص
وهو بيوقفهم طابور وياخدهم بالدور الاول الثاني الثالث، في الاخر الهدف ان هم يتبعتوا. ممكن يحتفظ طبعا بنسخ منهم، بس في الاخر لازم يكون في نسخه راحت للطرف اللي انا باعت له. الاس ام تي بي بتوين ميل سيرفرز بيتعامل بطريقه الكلاينت سيرفر، ففي اللحظه اللي الميل سيرفر ده بيبعت فيها للتاني، ده بيكون الكلاينت، واللي بيستقبل بيكون هو السيرفر. والعكس لو اللي فوق هو اللي هيبعت اللي تحت، في اللحظة دي اللي فوق هو الكلاينت واللي تحت هو السيرفر. إذن وظيفة الميل سيرفر هو بيشتغل أثناء الإرسال بطريقة الـ SMTP، بيشتغل ممكن يا كلاينت يا سيرفر، فهو يقدر يقوم بالدورين، بس كل دور فيهم على حسب موقفه في لحظة الإرسال. لو هو اللي بيبعت فهو كلاينت، واللي بيستقبل التاني يبقى سيرفر. لو الوضع اتعكس، هو بيستقبل من التاني يبقى التاني هو الكلاينت والأول هو السيرفر. طيب البروتوكول SMTP بيعمل ايه؟ هو عبارة عن ايه؟ هو بروتوكول مكتوب بالتكست العادي. يعني احنا لو عملنا هيك كده على الوصله اللي ما بين اي اتنين ميل سيرفر وجبنا الكلام اللي بيتبعت ما بينهم، هنلاقي كلام مقروء ما لم يكن انكريبتد، ما لم يكن مشفر بطريقه لا نستطيع قراءتها. بس لو فرضا حتى لو كان مشفر وعرفنا نفك شفرته، فهنلاقيه كلام مكون من تكست عادي. وبيستخدم التي سي بي بروتوكول اللي اتكلمنا عليه كذا مره قبل كده. التي سي بي من خصائصه انه بيضمن وصول الحاجه اللي بتتبعت. بيضمن ازاي؟ عن طريق ان هو يتاكد اذا كانت وصلت ولا لا، يجي له افاده انها وصلت، ولو ما وصلتش يرجع يبعتها تاني وتالت ورابع، بيفضل وراها لغايه ما توصل، او يقول لك انها ما وصلتش. لو هو فشل في الاخر بعد عده محاولات ان يوصلها، بيعلن ذلك عشان انت تبقى عارف. مهم ان هو هدفه طول ما هو ما قالكش يبقى هو هيفضل يحاول لغايه ما يوصل. فالاس ام تي بي بيستخدم من ضمن ما يستخدم من وظائف اللايرز اللي بعده، بيستخدم التي سي بي بروتوكول. في عمليه النقل بيمر بثلاث مراحل. مرحله اولى اللي هي مسميها الهاند تشيكينج جريتينج، تحيه يعني ان هو بيخاطب السيرفر اللي قدامه الناحيه الثانيه ويقول له السلام عليكم وعليكم السلام، احنا هنبدا اتصال مع بعض ماشي. فالحوار اللي بيتم في الاول ده هو مجرد حوار بنسميه الكوميونيكيشن سيت اب، اقامه الاتصال، لسه ما حصلش نقل داتا نفسها، لكن هو للتاكد ان الطرف الثاني صاحي وجاهز ان احنا نتبادل معاه رساله. ثم ننتقل بعد ما الجزء الاول ينتهي بنجاح، ننتقل للجزء الثاني. لو الجزء الاول لم ينتهي بنجاح مش هنكمل بعد كده، لازم نتاكد ان الطرفين صحيين ومستعدين لاستقبال الرساله. الجزء الثاني هو نقل الداتا نفسه، واذا تمت بنجاح تنتقل الى الجزء الثالث اللي هو بنقفل الاتصال. زي ما قلنا هو بيستخدم التكست اللي هو الاسكي تكست العادي، يعني لو احنا قطعنا الرساله وبصينا فيها هنلاقيها مكونه من اي بي سي دي الحروف العاديه، وكل حرف مخزن بطريقه ال 7 بيت اسكي. كنا قلنا في قبل كده، او يعني انتوا عارفين انه اول ما بداوا ازاي نمثل الحروف في اجهزه الكمبيوتر، كانت جمعوا حوالي 128 أو 127 حرف اللي هم الـ A B C D لغاية Z، سمول وكابيتال، والأرقام من واحد لزيرو، من واحد لتسعة ومعاهم الزيرو وبعض الرموز، ولقوا إن عددهم حوالي 127 أو 128، وبالتالي كانوا محتاجين 7 بيتس بس علشان يحولوا أو يحولوا من كل كاركتر كل حرف إلى باينري. دي فيما بعد زادت بعد كده، بس هو هنا بيتكلم بقى انه الاس ام تي بي مبني على
الوضع القديم ده، اللي هو ان كل حرف كان بيتخزن في 7 بيتس باينري. هنا بيدي مثال على اللي بيحصل في عملية إرسال إيميل. فهنا عندنا يوزر إيجنت اللي هو على الشمال خالص اللي هي أليس، واللي على اليمين خالص اللي هي بوب. أليس وبوب دول يعني شخصيتين في مجال النتورك والسيكيورتي، يعني بيتم استخدامهم بشكل كتير، يعني تم يعني عرف يعني كده في مجال السيكيورتي بالذات، كمان بيتم استخدام الاسمين دول يعني كطرفين بيتبادلوا مع بعض الرسائل. فهنا أليس هي اللي هتبعت إيميل إلى بوب. فأليس عندها الكمبيوتر بتاعها اللي هو اليوزر ايجنت، العميل الشخصي اللي هو ممكن يكون برنامج الأوتلوك أو زي ما قلنا البراوزر حتى، وكذلك بوب الناحية التانية برضو جهازه الشخصي عليه يوزر ايجنت، والاثنين كل واحد فيهم عنده اكاونت على ميل سيرفر، ممكن يكونوا نفس النوع، يعني ممكن يكون ده جيميل وده جيميل، او ده هوت ميل وده هوت ميل، او ده ياهو وده ياهو، ممكن يكونوا مختلفين، واحد جيميل واحد هوت ميل اي حاجه. أليس uses user agent to compose message to pop at someschool.edu. أليس بتبعت ايميل، فهتفتح البرنامج اللي عندها وتكتب الرسالة اللي هي عايزاها، تحط المعلومات، أهم معلومة فيهم هي العنوان اللي هي هتبعت عليه، ده عنوان بوب. Alice uses user agent. Alice's user agent sends message to her mail server. ال user agent بعد ما Alice تدوس send هيروح باعت رسالة، بعد طبعا ما يتأكد إن كل المعلومات الأساسية المطلوبة موجودة، يروح باعت رسالة إلى الأكاونت بتاعها على الميل سيرفر ويحطها في الطابور. الطابور هنا اللي لونه أخضر، دخلت ضمن طابور من الرسائل اللي طالعة من عند أليس واللي المفروض توصل لأشخاص مختلفين. طيب ما بين الميل سيرفر والميل سيرفر في لغة حوار بطريقة الـ SMTP. وقلنا اللي بيبعت هو الكلاينت واللي بيستقبل هو السيرفر، وبالتالي رقم 3 هنا الميل سيرفر ده هو الكلاينت، هيبتدي يبعت الى الميل سيرفر اللي هو مكتوب تحته 5 عشان يقول له انا عايز اقيم حوار معك، ويدخل في المرحله الاولى مرحله التحيه كلاينت سايد اللي هو ده of SMTP opens TCP connection with POPs mail server. POPs mail server اللي هو السيرفر اللي على اليمين، مازال لسه مش اليوزر ايجنت، ده الميل سيرفر نفسه اللي على الشمال ده بيخاطب اللي على اليمين، يفتح connection يتأكد انه connection مفتوحة وبقت سليمة، يبتدي يدخل في المرحلة التانية يبعت الرسالة اللي هو مكتوب عليها رقم 4، توصل في الميل سيرفر يحطها في الانبوكس اللي هو الميل بوكس، صندوق البريد الذي يخص بوب، لان الميل سيرفر ده مش بتاع بوب لوحده، ده فيه ملايين من الاشخاص، كل واحد عنده اكاونت، كل واحد عنده الانبوكس وعنده الاوت بوكس. فالانبوكس بتاع بوب هو واحد من ملايين الانبوكسز اللي موجودين في على الميل سيرفر ده، بيستقبل الرساله، طبعا بيستقبل الرساله ويكتشف انها موجهه الى بوب، فبيروح عارف صندوق البريد بتاع بوب بيحطه فيه. بوبس ميل سيرفر بليسز ذا مسج ان بوبس ميل بوكس بوكس بوبس بوب ان بوكس. طيب كده بالنسبه للاس ام تي بي الدنيا خلصت، هيقفلوا الاتصال خلاص، انتهى كده الموضوع. المفروض بقى ان بوب في وقت من الاوقات في يوم من الايام هيروح فاتح الجهاز بتاعه ويبتدي يستخدم احد البرامج المستخدمه عنده زي الاوتلوك او غيره او حتى البراوزر علشان يتواصل مع الميل سيرفر بتاعه ويقرا ما هو مخزن في صندوق بريده. ممكن الكلام ده يحصل بعدها بلحظه، بعدها بساعه، بعدها بيوم، هو حر. الاس ام تي بي مستخدم فقط في ما بين التو ميل سيرفرز،
ما هو مستخدم في النقل من اليوزر ايجنت للميل سيرفر ليس اس ام تي بي، وكذلك الجزء الاخير ليس اس ام تي بي. ممكن يكون ايه غير الاس ام تي بي؟ ممكن يكون اتش تي تي بي عادي في الجزء ده والجزء ده، زي ما بيحصل في البراوزر، البراوزر بيستخدم اتش تي تي بي. ممكن يكون حاجه خاصه بالبرنامج اللي هو الاوتلوك او غيره، ممكن يكون حاجات تانية هنشوفها مع بعض لسه. طيب ده مثال على حوار بلغة الـ SMTP، طرف سيرفر وطرف كلاينت. الطرف السيرفر هنا بعت كود للطرف الكلاينت اللي هو 220 تقريبا، 220 دي ممكن يكون معناها اوكي مثلا، او معناها مش فاكر الصراحة الاكواد، لكن هنا بيكلم الطرف الثاني اللي هو كلاينت وبيقول له اسمه اللي هو hamburger.edu. طرف الكلاينت باعت يقول له hello creeps.fr، طبعا fr دي اختصار غالبا لفرنسا يعني. فده دومين غريب شوية، يعني الطرف الأول ده edu، ده educational مش فارق مع البلد، أو مش مكمل، المفروض دوت edu دوت حاجة بعد كده عشان يعرف البلد، فهنا ما كملش او ما اداناش المعلومه كامله، بينما هنا في اللي تحته هنا دوت اف ار، فهو هنا مدينا معلومه الدوله ومش مدينا معلومه هو اي دي يو ولا ايه. anyway يعني، بس هو هنا ده بيخاطب التاني ويقول له اسمه، وده بيخاطب الاول وبيقول له اسمه. الطرف السيرفر بعت كود 250، مش عارفين برضه هو بتاع ايه، بس هنا بيقول له hello creeps.fr please to meet you. دي ده نص الرسالة المستخدم، يعني هو بيستخدموا اللغة دي في الحوار ما بينهم، مع ان هما مش humans، ولكن اللي بنى البروتوكول في الاول استخدم لغة تشبه لغة البشر، فبيبعت رسالة كما لو ان في بشري بيكلم بشر، فبيقول له please to meet you، والتاني بيرد بيقول له mail from Alice at creeps.fr. ثواني عشان هنا انا مش فاهم هو مين اللي بيبعت للتاني في الحالة دي. المفروض الكلاينت هو اللي بيبعت للسيرفر، والسيرفر عندنا هنا دكتور انا مش ميل فروم دي، انا هو بيرسيف. أنا لسه بحاول أفهم المثال هنا. لا، from هنا ده المصدر، المصدر هو الكلاينت، ما احنا قلنا قبل كده ان الكلاينت هو اللي بيبعت للسيرفر، فالمصدر هو الكلاينت، هو بيقول له انه هبعت لك ميل ومصدره creeps.fr. فما بس كده معنى الكلام ده انه creeps.fr هو نفسه الكلاينت، يعني معنى كده ان الكلاينت نفسه هو السيرفر ده، يعني هو لما قال له هلو creeps.fr يبقى هو بيعرف نفسه، اس بيعرف نفسه hamburger.etu، والسي بيعرف نفسه creeps.fr، فيبقى creeps ده هو الكلاينت نفسه. فهنا بيقول له ميل فروم، انا بعت لك ميل من عندي من الاكونت بتاع اليس، والسيرفر تقريبا بيأكد على الايميل ويقول له اوكي، وهنا الكلاينت بيرجع يقول له انت هتستقبلها عندك في الاكونت بتاع بوب،
بوب ات هامبرجر، المفروض ان الهامبرجر ده هو الاس، هو السيرفر، والسيرفر بيرجع ياكد على المعلومه يقول له بوب ات هامبرجر دوت ايديو اوكي. بعدين الكلاينت يبعت له الداتا كده. يبقى لغايه السطر ده اللي انا بشاور عليه ده، كل المرحله الاولانيه دي كانت اقامه الاتصال، التاكد من ان الطرفين صحيين، وبعت له المعلومات الاساسيه. ثم بعت له بقى هنا الداتا نفسها اللي هو الايميل البادي نفسه، يعني ما علينا من التفاصيل دي لان دي طبعا انا ما اعرفش البروتوكول بالتفصيل، لكن ما اعرفش ايه حكايه do you like ketchup و how about pickles دي، هل دي ضمن البروتوكول ولا دي ضمن الرساله نفسها؟ شكلها غريب الصراحه. بس anyway يعني في الاخر بيقول له السيرفر انه خلاص تم استقبال الرساله بنجاح، والسي اللي هو الكلاينت بيقول له خلاص هنقفل، التاني هيقول له خلاص ماشي نقفل. يبقى اخر سطرين هو الكلوجر او المرحله اللي بنقفل فيها الرساله. قبليهم الاس هنا كان بيقول له انه تم استقبال الرساله بنجاح، ده كان مهم علشان يعرف انه كده الرساله وصلت. ما قبل ذلك يعني ما اعرفش الصراحه التفاصيل بتاعه البروتوكول نفسه، هل ده جزء من التكست بتاع البروتوكول ولا ده جزء من الرساله نفسها، الله اعلم الصراحه. يعني شكلها غريب بالنسبه لي، بس anyway يعني الرساله نفسها انتهت بدوت. دوت دي معناه انه خلاص كده خلص، انا مش هبعت لك تاني. وهنا كان بيقول له انه تم استقبال ما سبق بنجاح. ماشي، طبعا انتوا المثال ده كله مش عليكم التفاصيل دي كلها، يعني انتوا هنا ده مجرد مثال عشان تفهموا شكل الرساله، لكن انتوا مش هيبقى مطالبين ان انتوا تحفظوا الكلام ده. يعني انا حاولت بس اقراها معاكم لتوضيح شكل الرساله، لكن هو فعليا يعني في تفاصيل جوه الواحد مش عارفها بالظبط. لكن بدايه الرساله كل واحد بيعرف نفسه، الاس سيرفر بيعرف نفسه والسي بيعرف نفسه، ثم الاس بيقول له اهلا بيك انت عايز تبعت لي حاجه بليز تو ميت يو. التاني بقى السي على طول بيروح داخل في الموضوع، ايوه انا بعت لك من الاكونت بتاع اليس. التاني بيقول له اوكي، بياكد على المعلومه ويقول له اوكي. بعدين يرجع السي يقول له انا هبعت لك للاكونت بتاع بوب، والاس يقول له اوكي، ثم يبعت الداتا الكلام اللي بعديها ده، ثم يعمل نقطة معناها كده خلصت خلاص. تقريبا هي دي الداتا نفسها، يعني تقريبا هو بيقول له أنا هبعت لك الداتا، الإس بيرد عليه بيقول له ماشي ابعت لي الداتا وانتهي بنقطة. ده أنا بحاول أفسر الكلام المكتوب عشان بس محدش يفتكر إن أنا عندي معلومات يقينية، لكن أنا تفسيري للمثال ده إنه السي بيقول له أنا هبعت لك الداتا، الاس بيقول له ماشي ابعت لي الداتا وتنتهي بيه نقطه on a line by itself في سطر لوحدها. فالداتا بقى هي تقريبا هي دي do you like ketchup how about pickles، يعني هو ده الايميل نفسه، ده محتوى الايميل مش جزء من البروتوكول نفسه، لكن ده الايميل نفسه كان يتكون من السطرين دول وانتهى بالنقطه، هي دي الداتا بقى. ثم بعد ما عمل النقطة الاس كده عرف ان الايميل انتهى، فرد عليه بقال له انها تم استقبالها بنجاح. ده يعني التفسير الاقرب الى ان هو يقنعني يعني. كالعادة برضو بيقول لك زي ما قال لنا قبل كده انك ممكن تجرب لو عندك ميل سيرفر لك اكسس عليه، لك احقية انك انت تشتغل عليه، فانت ممكن تشتغل عليه بطريقه التلنت. التلنت ده احد البرامج اللي بيمكنك من العمل على جهاز ريموتلي عن بعد،
بس بشرط ان يكون مسموح لك انك تدخل. فلو انت في ميل سيرفر في الكليه او في الجامعه كان مسموح ان احنا نشتغل عليه نجرب عليه حاجه، كنا ممكن نقعد على جهاز بتاعنا الشخصي العادي ونكتب تلنت ونكتب اسم السيرفر، والسيرفر بنأكسس على السيرفر الميل سيرفر نفسه اللي هو البرنامج المخصص للتعامل مع الايميل، وده بيبقى عنده بورت نمبر 25. اتكلمنا على البورت قبل كده، البورت ده البوابة المخصصة لكل برنامج او ابليكيشن شغالة على الجهاز. ففي حالة الـ SMTP هناك رقم وحيد اللي هو الـ 25. فأنت لو بعت للسيرفر، قعدت على جهاز وكتبت تلنت سيرفر نيم بس مسموح لك إنك تأكسسه، والرقم البوابة بتاعته اللي هو 25، المفروض يرد عليك رد 220 اللي هو معناه أهلا بيك يعني. اللي هو انا جاهز للتواصل معك، 220 اللي هي شفنا قبل كده اللي هي معناها اوكي يعني. انت بقى ممكن تدخل امر من الاوامر الاتيه: هلو او ميل او ميل فروم او ريسيب تو او داتا او كويت. كل دي اوامر مستخدمه في البروتوكول SMTP، زي ما في المثال السابق الامر هلو ده بيتكتب في الاول. يبقى هنا عشان بس نبقى فاهمين، السيرفر اول ما رد 220، انا برضو كنت مستغرب ليه بيرد اوكي في الاول، يسبقه يعني كان المفروض يسبق الرد ده ان الكلاينت كان بيحاول يخاطب السيرفر، يعني كان يسبق السطر ده مخاطبه من الكلاينت الى السيرفر، فالرد بتاع السيرفر على المخاطبه دي هو 220 اللي هي اوكي. انا كان استغرب ليه السيرفر بيرد ب220 من غير ما يجي له حاجه، لا هو كان لابد ان يجي له حاجه الاول من الكلاينت تقول له انا عايز اخاطبك، فالسيرفر يرد ب220، ده اول رد جه اللي هو اوكي انا هعمل معاك تخاطب. السي بقى يبعت له امر هيلو عايزين نبدا حوار، الاس يرد عليه 250 يعني برضو 250 يبدو ان هي معناها برضو ماشي هاقيم حوار، ويبتدي السي يبعت له أمر ميل أنا هبعت لك إيميل ومن إيميل فروم الأكاونت بتاع أليس. السي الأس يرد ماشي، السي يقول له والمفروض تحطه عندك في الأكاونت بتاع بوب، الأس يقول له ماشي، السي يقول له أنا هبعت لك داتا، الأس يقول له ماشي بس ماشي كل مرة ليها رقم مختلف. وبعدين بينبهه لأن الداتا لازم تنتهي بالنقطة دي، بقى الداتا العادية خلاص كده تأكدنا إنها الداتا العادية وانتهت بنقطة، والإس قال له خلاص أنا تم استقبالها بنجاح، السي قول له كود. يبقى دي الأوامر اللي مكتوبة هنا استخدمت في المثال السابق كلها. Above lets you send mail email without using email client reader. طبعا بما انك في طريقه التلنت دي انت كده قاعد على الميل سيرفر نفسه، فانت كده شلت اليوزر ايجنت من الموضوع، يعني خد بالك تلنت كما لو انك قاعد على الميل سيرفر شخصيا وليس التخاطب مع الميل سيرفر باستخدام يوزر ايجنت. انت فعليا قاعد على جهازك بس وانت على جهازك بتكتب كلمه تلنت، فتلنت كانك مش على جهازك وبتخاطب ميل سيرفر، لا كأنك على الميل سيرفر نفسه. فده يفرق عن لو كنت على جهازك وتستخدم أحد البرامج التي تخاطب الميل سيرفر لسه. طيب ما زال في الـ SMTP بس بقى خلاص بقى كده وضح لنا شكل البروتوكول نفسه وعايز يحط بعض الخصائص والمواصفات قبل ما يقفل. فبيقول لنا الـ SMTP بيستخدم الـ Persistent Connection. احنا كنا خدنا قبل كده في الـ HTTP انه الـ HTTP ممكن يستخدم الـ Persistent والـ Non-Persistent. كان ساعتها ايه هو الـ Persistent؟ الـ Persistent لما بيفتح اتصال مع الطرف الثاني كان بيبعت كل الـ Data اللي موجودة في الصفحة، يعني لتشمل التكست والصور والأوديو والفيديو وكل حاجة.
ده في كونكشن واحده، وكان ليها مزايا وليها عيوب اتكلمنا عليها قبل كده. النون ريزيستنت كان بيفتح اتصال لكل حاجه، يعني التكست يتبعت في اتصال ويقفل الاتصال، وبعدين يفتح اتصال تاني عشان يبعت الصوره الاولانيه ويقفل الاتصال، وبعدين يفتح اتصال عشان يبعت الصوره التانيه ويقفل الاتصال. برضه ليها مزاياها وعيوب. كنا قلنا ساعتها مزاياها انك في اسوأ الاحوال هينزل لك جزء من الصفحه، ممكن ينزل التكست بس من غير حاجه، ممكن ينزل التكست معاه صوره او صورتين والباقي لا، في النون ريزيستنت يعني. فده ميزه. العيب بقى ان هو في اوفر هيد، في حاجات كتير قوي بتستخدمها للارسال والاستقبال، كل ما تيجي تفتح اتصال وتقفل اتصال وقت بيضيع عشان تنزل كل جزء لوحده. طيب ده كان في ال HTTP، لكن في ال SMTP بقى ما عندوش الاحتمالين، هو عنده احتمال واحد بس بيرزستنت، يعني انت هتفتح الاتصال مره واحده تبعت الايميل زي ما شفنا في المثال تقفل الاتصال، ما عندكش هنا تقسيم لاجزاء الايميل. ويتطلب ان التكست الرساله تكون مبعوثه بطريقه الاسكي 7 بيت اسكي، ويستخدم CRLF. CRLF اللي هو كنترول، اللي هو سوري كاريج ريتيرن لاين فيد، برضه شفناها قبل كده. كاريج ريتيرن يعني بيرجع الكرسر لبداية السطر، ولاين فيد يعني بينزل للسطر اللي بعده، اللي هي الاثنين مع بعض يمثلوا ضغطة على زرار الانتر. فبيعتمد على ان كل سطر يمثل امر، وبالتالي انت بتكتب الامر وبتدوس انتر في الاخر، كده انت نهيت الامر، وكذلك نهاية الرسالة كلها برضو بيعتمد على ضغطة الانتر. المقارنة ما بين ال HTTP وال SMTP، ال HTTP pull وال SMTP push. طبعا pull و push احنا ممكن يعني بنشوفهم على ابواب محلات، لما بيكون باب المحل بيفتح لبره ولا لجوه، فانت لو بتفتحه لجوه ده بوش، انت بتدفع الباب الى الداخل، او بول انت بتزق بتفتحه لبره، بتمسكه بايدك وبتشده عليك. فهو هنا بيشبه عمليه الارسال في ال HTTP ببول، ان البراوزر بتاعك لما بيخاطب HTTP سيرفر بيبعت يسحب منه يشد الصفحة، لأن الصفحة جاية من السيرفر نازلة للكلاينت، فأنت الكلاينت اللي بتبعت تخاطب السيرفر تقول له هات لي الصفحة، فأنت بتعمل عملية شد يعني بول. بينما في الـ SMTP الكلاينت هو اللي عنده الإيميل اللي بيبعته للسيرفر، فهو بيعمل عملية دفع، عملية بوش، بيزق الإيميل من عنده من الكلاينت إلى السيرفر، السيرفر اللي بيستقبل. كلاهما يستخدم الاسكي في تمثيل ال ABCD. ال HTTP لو بيستخدم طريقه النون بريزيستنت، ودي الديفولت على فكره، فهو في الحاله دي كل اوبجكت له رساله لوحده، بينما ال SMTP زي ما قلنا هو بريزيستنت، وبالتالي كل اجزاء الايميل في رساله واحده. لو عندي اجزاء لو عندي في الـ SMTP كذا حاجه، يعني ممكن يكون الميل فيه صور وفيه تكست، زي برضو زي الصفحات يعني، الايميل مش شرط يكون تكست بس زي ما في المثال اللي احنا شفناه، ممكن يكون معاه صور كمان، معاه فايلات، فكل دول بيتبعتوا في نفس الرسالة بس بيبقى فيها فقرات مختلفة، فقرة لكل object. ده هنا بيمثل شكل الرسالة، الهيدر والبادي. طبعا احنا كلنا بنبعت ايميلات فعارفين الشكل العادي ده بتاعه، الهيدر اللي هو مكون من
عنوان المرسل والمستقبل واسم الايميل نفسه اللي هو السبجكت بتاعه اللي احنا بنكتب فيه عنوان الرسالة نفسها. طيب احنا كنا قلنا انه الـ SMTP المستخدم بين الميل سيرفرز. ماذا يستخدم ما بين اليوزر ايجنت والميل سيرفر؟ احنا قلنا قبل كده ممكن نستخدم الـ HTTP، وهو هنا كاتبه اهو اخر واحد. في حاله لو انا بستخدم براوزر ممكن استخدم الـ HTTP عشان ابص على صفحه الميل سيرفر اللي من خلالها اقدر ادخل على الاكونت بتاعي. لكن يوجد طرق اخرى لان انا اتعامل مع الميل سيرفر من خلال بقى برامج. فالبرامج دي ممكن تستخدم البوب، احد البروتوكولات المستخدمه، البوب اللي هو بوست اوفيس بروتوكول، او الاي ماب اللي هو انترنت ميل اكسس بروتوكول. دي بتستخدم من خلال برامج علشان تقرا الايميل اللي موجود وتجيبه لك، على تجيب منه نسخه او تمسحه من عند من الميل سيرفر وتجيبه لك على اليوزر ايجنت. فانت من خلال برنامج زي الاوتلوك او ثاندر بيرد او غيره بتستخدم بوب او اي ماب علشان تقرا الاكونت بتاعك. او لو انت هتستخدم البراوزر العادي فهيستخدم ال HTTP العادي علشان يلوجن على صفحة الميل سيرفر وتتعامل مع الأكاونت بتاعك اللي موجود هنا. في حالة لو استخدمت برنامج زي الأوتلوك، الأوتلوك في حالة السندر يخاطب الميل سيرفر بالـ SMTP برضه. يعني الأوتلوك بيستخدم نفس طريقة الـ SMTP عشان يبعت للميل سيرفر، كما لو إن ده ميل سيرفر وده ميل سيرفر، كما لو إن، إحنا بنقول كما لو إن مش لكن هو بيستخدم نفس طريقة الـ SMTP عشان يبعته. بس في الناحية التانية علشان يقرأ الـ Outlook بيستخدم طريقة البوب أو الـ IMAP. يعني الـ Outlook نفسه بيستخدم بروتوكول علشان يبعت للميل سيرفر غير البروتوكول علشان يجيب من الميل سيرفر. عشان يبعت للميل سيرفر بيستخدم SMTP، عشان يقرا من الميل سيرفر بيستخدم البوب او الاي ماب. بينما لو عندك براوزر ففي كلا الناحيتين بتستخدم ال HTTP عشان تبعت او عشان تستقبل. طيب في حالة استخدامك للأوتلوك علشان تجيب الإيميل بتاعك، عشان تجيب المكتوب موجود عندك في الإنبوكس في الميل بوكس بتاعك، فهو عنده مرحلتين. المرحلة الأولى authorization. يعني إيه authorization؟ authorization التحقق من الشخصية. عايز أعرف السيرفر عايز يتأكد انك انت الشخص الذي له الحق في ان هو يجيب الايميل، انت مين. ثم لما يتأكد من شخصيتك عن طريق بقى الاكونت بتاعك اليوزر نيم والباسورد يبتدي يسمح لك بانك تعمل داونلود للايميل. فهنا جايب المرحلتين authorization، انت المفروض تدخل يوزر نيم والباسورد والسيرفر بيرد عليك. يعني انت بالنسبه له كلاينت، فانت باعت للسيرفر تقول له ممكن نتكلم، السيرفر يقول لك اوكي. يبقى هنا بادي باول رد للسيرفر اوكي، وطبعا لما بيقول له ممكن نتكلم فبيقول له انا هتكلم معاك بطريقه البوب. بوب نزل منه كذا فيرجن، فهو هنا في المثال مدينا بوب 3 يعني الفيرجن 3 منه يعني. فهنا الاس اللي هو السيرفر بيقول له ماشي اوكي، انا قابل ان انا اتكلم معاك بطريقه البوب 3. فالكلاينت يقول له انا اليوزر نيم بتاعي بوب، السيرفر يقول له اوكي، الكلاينت يقول له انا الباسورد بتاعتي هانجري،
السيرفر يقول له اوكي كده تمت عمليه الاوثرايزيشن، تم التاكد، تم التحقق من شخصيه الطرف اللي بيخاطب السيرفر طالما دخل المعلومتين اللي هو اليوزر نيم والباسورد. يدخلوا في المرحله الثانيه، طبعا لو كان دخل حاجه غلط كان هيرجع ايرور. يدخلوا في المرحله الثانيه اللي هي بيبتدي الشخص اللي داخل على الاكونت بقى يبتدي يقرا الايميل بتاعه، فهنا بيبعت امر ليست، يعني معناها اعرض لي الايميلات اللي عندك، فالسيرفر بقى يعرض له الايميلات التي تخص اول ايميل، ثاني ايميل، ثالث ايميل، وهنا طبعا كان في اثنين بس وعمل له نقطة، نقطة معناها انتهى كده العرض. طيب الكلاينت عايز يقرأ واحد من الاثنين دول، فاختار واحد، فقال له ريتريف، ريتري دي اللي هي اختصار ريتريف، يعني هات لي رقم واحد، فالاس هيروح باعت له الرسالة محتوى رقم واحد نقطة، يعني معناها كده خلص. السي يقول له بقى ايه، امسحها لي، امسحها لي من على الميل بوكس اصلا، اشيلها من عنده. وبعدين يروح قايل له ريتريف رقم اتنين، يروح اس بعت له دلوقتي هو لما مسح رقم واحد المفروض انه رقم اتنين بقت هي رقم واحد، لكن هنا هو قال له ريتريف 2 بيزد على اللي اتعرض في الاول. طيب هو تقريبا السي بعت له الامرين ولسه كان الاس ما نفذش الامر الاولاني، يعني لسه ما كانش مسح الرساله، فهو هنا السي بعت له الامرين ورا بعض، فكانش لسه مسح الرساله الاولانيه وما ادالوش افاده ان هو مسحها اصلا، فهو هنا بعت له مسج 1 كونتنتس. تقريبا بقى هي لما يعني هو مسحها وما ادالوش افاده ان هو مسحها، بس بقت لما اتمسحت رقم واحد بقت 2 هي رقم واحد، فراح باعت له محتوى رقم واحد اللي هي المفروض كانت رقم 2. وبعدين كده النقطه اللي هي خلص خلاص، فالسي راح غريبة بقى إن هو بعت له ديليت 2، طب هي كانت 2 بس لما مسح واحد المفروض إنها لا دي ملخبطة شوية، يعني هي المفروض لما واحد اتمسحت يبقى رقم 2، هل ما زالت رقم 2 وهل اس هيبعت له مسج 1 كونتنتس؟ في هنا حتة لسه محتاجة تفسير. ديليت 2 كويت اوكي. طيب زي ما قلنا هو احنا بنفسر، بنحاول نفسر النص اللي مكتوب ده، بس انتوا النص ده مش ملزم ليكم عشان ما حدش بس يعني عشان كده انا بحاول استنتج من النص اللي مكتوب ده الحوار بيتم ازاي، فاي حاجه مش لاقين لها تفسير ما تقلقوش منها لان هي مش عليكم اصلا، انتوا عليكم بس معرفه الاوامر المستخدمه، وبنحاول نفهم بس شكل تنفيذ الأول. أنا بس هنا اللي ملخبطني هو لما عمل ديليت لواحد ما جالوش رد من السيرفر إن هو عمل ديليت لواحد، والسي بعت له أمرين ورا بعض ديليت وريتريف، فالإس بيرد عليه إن هو بيبعت له المسج 1 كونتنت، المفروض يا إما يبعت له مسج 2 كونتنت أو يقول له إن واحد اتمسحت ويبعت له محتوى واحد اللي هي بقت اللي هي كانت 2. وما زال السي بيقول له ديليت 2، يعني ما زالت رقم 2 معرفة على انها 2. فدي انا هحتاج اتاكد منها يعني، بس anyway بالنسبه لكم ده مجرد تفسير للاوامر اللي مكتوب. طيب بما ان هو فتح في اتنين بروتوكولز تانيين، بس طبعا الاتنين دول مكملين للاس ام تي بي، يعني ليسوا منعزلين لوحدهم، هما مجرد وسيله استرجاع الايميل من على الميل سيرفر.
فالبوب 3 له القدرة على تنزيل ومسح الإيميلات. أنا عندي الإنبوكس بتاعي فيه إيميل أنا عايز أقراه، عايز أمسحه، طبعا زي ما شفنا في المثال لو كان بيستخدم البوب 3. Bob cannot reread email if he changes client. لو بوب غير السوفت وير اللي هو بيستخدمه لازم ينشئ اتصال جديد، ما ينفعش يكمل على نفس الاتصال القديم. يعني لو انا انتقلت من برنامج اوتلوك الى برنامج تاني فانا لابد من اعاده الاتصال مع السيرفر. بوب 3 download and keep copies of message on different clients. بوب 3 من الممكن ان هو يداونلود النسخة من الايميل على الكلاينت. هو هنا كان بيقرأ من غير ما يمسح. هنا ممكن ينزل نسخة على الكلاينت من غير ما يمسح النسخة الأصلية على السيرفر. بوب 3 is stateless. كلمة stateless دي شفناها قبل كده في ال HTTP. stateless معناها لا يحتفظ بالحالة. ايه هي الحالة؟ احنا في ال HTTP كنا بنقول لما كنت بتدخل على موقع انت بالنسبة للموقع كأنك أول مرة داخل عليه، مع انك ممكن تكون دخلت على نفس الموقع كذا مره قبل كده، فانت كل مره بتدخل بيتعامل معاك على انك جاي لاول مره. طيب ولو عايزين ان الموقع يبقى عارفني ساعتها بنستخدم حاجه مكمله اسمها الكوكيز، اللي هي بتخزن بياناتي عندي علشان لما ادخل على الموقع ابعت له الكوكي هو يعرفني. لكن ال HTTP لوحده ملوش دعوه، ما بيسمحش بذلك. إضافة الكوكي هي اللي بتكمل عملية الاحتفاظ بالحالة. فهنا برضو البوب 3 stateless، يعني أنت لما بتخاطب الميل سيرفر كل مرة كأنك شخص داخل لأول مرة، لازم تدخل يوزر نيم وباسورد. طب أنت عايز تدخل للمرة التانية من غير ما تدخل يوزر نيم وباسورد، لابد من وجود حاجة تانية تساعد في ذلك. البوب 3 نفسه ما بيسمحش بكده. طيب الاي ماب ده البروتوكول البديل او يعني المقابل، احد الطرق الثانيه للبوب 3. البوب 3 بياخد نسخه من الايميل ينزلها عند الكلاينت، لكن الاي ماب بيحتفظ بنفس النسخه على السيرفر، مش محتاج ينزلها على الكلاينت. يعني انت بتشوف الايميل بتقراه وهو موجود على السيرفر، ما يخزنوش عندك، ويسمح لك بتنظيم المسجز اللي موجودة على السيرفر في فولدرز. تعمل فولدرز بقى، فولدر لكل جهة معينة انت بتستقبل منها رسائل او زي ما انت عايز. keeps user state، يعني ده stateless لكن ده keeps user state across sessions. فهنا بس هنا يقصد باليوزر ستيت ان انت لما دخلت نظمت الحاجات بتاعتك بطريقه معينه فالتنظيم ده هيظل محتفظ بيه في كل مره تيجي تدخل تشوف نفس الفولدرز اللي انت عملتها بنفس التوزيع الايميلات اللي بتيجي على فولدرز معينه. طيب كده هو انهى الفقره بتاعت الايميل، وهيدخل في فقرة تانية عن الـ DNS. برضو سبق لينا ان احنا ذكرنا الاسم نفسه وذكرنا المختصار بتاعه اللي هو Domain Name System، وقلنا كده فكرة سريعة عنه ان هو بيستخدم في تحويل العناوين بطريقة الـ IP الى اسماء والعكس. يعني انت الطبيعي انك بتدخل على صفحة البراوزر وتكتب انا عايز موقع فيسبوك او موقع جوجل او موقع مايكروسوفت او موقع اي حاجه، فانت اللي بتفتكره هو الاسم، ما بتفتكرش ارقام.
ما تعرفش انت موقع فيسبوك ولا جوجل الاي بي بتاعه كام. طيب بس فعليا الشبكة نفسها شغالة بالارقام مش شغالة بالاسماء، يبقى لابد ان حد يساعدك ياخد منك الاسم ويطلع من الناحية التانية الرقم، والرقم ده هو اللي هيمشي بقى بعد كده في كل الحوارات اللي بتتم بعد كده. الرقم ده هو الـ IP address اللي هو مكون من 4 بايتس، كل بايت 8 يبقى 4 في 8 ب 32 بت. طبعا طلع منه فيرجن اللي هي IP version 6 ولكنها لم يعني هي لا تزال في مرحلة الاختبار ولم تنتشر، فالحاليا قائم ويعمل هو الـ IP version 4. مين بقى اللي بيحول الدومين نيم سيستم الـ DNS؟ ما هو الدومين نيم سيستم؟ هو عبارة عن شبكة من الأجهزة اللي عليها الداتابيز اللي فيها فلان رقمه كذا، فلان رقمه كذا، فلان رقمه كذا. إذن هي ليست موقع واحد، مش هو مكان واحد في الكرة الأرضية كلها اللي فيه الجدول الداتابيز اللي بتقول إن الموقع كذا رقمه كذا، لكنها شبكة موزعة من الأجهزة. ممكن يكون في جهاز أو اتنين أو تلاتة في مصر وقدهم في ليبيا وضعفهم في تونس ولا الجزائر. كل الأجهزة دي متشابكة مع بعض، وطبعا في عشرات أو مئات الأجهزة اللي موجودة في أوروبا وأمريكا. كل الأجهزة دي مع بعض كده تمثل داتابيز كبيرة ولكنها موزعة وليست توزيع سطحي، يعني ليست الأجهزة الموزعة دي العلاقة ما بينهم ليست فلات، مش كلهم بنفس مش كلهم ند البعض، لكنهم فيهم هيراركي، فيهم طبقية. إذن هناك أجهزة من ضمن شبكة الدومين نيم سيستم لها فوقية عن أجهزة أخرى. طيب فهنا خلينا نمشي معاه في السلايدز عشان ممكن أكون بقول كلام لسه هيجي في السلايدز بعد كده. ما هي الخدمات المقدمة من الدومين نيم سيستم DNS؟ تحويل الأسماء إلى IP address، دي الخدمة الأساسية واللي كلنا المفروض نكون عارفينها. في خدمات تانية زي الهوست aliasing. alias معناها ايه؟ انك بتدي اسم غير الاسم الحقيقي. يعني انت عايز فاتح شركة وكان ليها اسم معين وعملت لها موقع، ثم بعد 3 4 5 سنين قررت انك تغير اسم الشركة بتاعتك، وبالتالي عايز تغير اسم الموقع، بس الناس اللي كانت مرتبطة معاك في الشركة وعارفة العنوان القديم مش عايز تلخبطهم، لسه مش كلهم عرفوا الموقع الجديد أو الاسم الجديد للشركة، فأنت عايز تخليهم يستخدموا نفس الاسم القديم، بس في نفس الوقت أنت الموقع بتاعك بقى له اسم جديد. فده بتعمل إيه؟ بتعمل هوست aliasing اللي هو إنك بتقول للـ DNS إن اللي يكتب عنوان بالشكل الفلاني أو بالشكل العلاني، يعني العنوانين دول هما نفسهم نفس الحاجة، هما الاتنين هيوصلوا لنفس الموقع، يبقى أنت بتكتب كذا اسم بيوصلوا لنفس الحاجة في الآخر، فده معناها كلمة host aliasing. نفس الكلام برضو ممكن يحصل في الميل سيرفر، ممكن يبقى عندك كذا إيميل بيتوجهوا ناحية نفس الحاجة، ناحية نفس الأكاونت.
اللود ديستريبيوشن. احنا عارفين موقع زي بتاع الفيسبوك مثلا، بما ان تقريبا كلنا بنستخدمه وما شابهه يعني من الحاجات اللي اقدم منه زي جوجل ومايكروسوفت. انت لما بيبقى ليك تدخل على فيسبوك او اي حاجه من الحاجات المشهوره دي المنتشره حول العالم كله، انت المفروض بتدخل على السيرفر بتاع فيسبوك. طيب المفروض انا وانت وملايين مليارات، احنا الفيسبوك عليه اكتر من مليار بني ادم، مليار ونص ولا 2 مليار حاجه كده بيدخلوا على الفيسبوك. هل تتخيل ان ده سيرفر واحد اللي موجود؟ اكيد لا طبعا، الراجل ده عنده شبكه من السيرفرات الموزعه حول العالم كله. بس انت لما بتيجي تكتب فيسبوك بتكتب فيسبوك بس، واللي ساكن في اسكندريه بيكتب فيسبوك بس، واللي ساكن في السعوديه بيكتب فيسبوك بس، واللي ساكن في الصين بيكتب فيسبوك بس، واللي ساكن في امريكا واللي ساكن في كندا كلهم بيكتبوا نفس الاسم فيسبوك دوت كوم. ومع ذلك احنا كل واحد فينا بيدخل على سيرفر، مش شرط يكون هو نفسه اللي التاني داخل عليه، ممكن الناس اللي جغرافيا قريبين من بعض يجوز يكونوا بيدخلوا على نفس السيرفر. انا بقول يجوز لانه مش شرط، لكن يجوز يكون في سيرفر واحد بيجمع الناس اللي جايه من مصر بس. يعني اكيد بقى لو احنا افترضنا مصر كلها ليها سيرفر واحد، فمش معقوله كمان نفس السيرفر ده اللي بيخدم بقيه افريقيا كلها، اكيد لا، يعني اكيد في سيرفر تاني وتالت، يعني الموضوع متوزع شويه لان العدد كبير والضغط كبير. الدي ان اس بقى مهمته ايه في الجزئيه دي كلها؟ مهمته انه يوجهك، يعني انت جاي من مصر فانت هتروح للسيرفر بتاع فيسبوك اللي في المكان الفلاني، وربما زي ما بقول لكم يكون مصر مثلا ليها اكتر من سيرفر مش واحد بس، على حسب يعني امريكا اكيد ليها اكتر من سيرفر، فانت لو في امريكا في منطقه معينه بيوجهك للسيرفر بتاع فيسبوك المناسب ليك، لو انت في منطقه تانية بيوجهك للسيرفر تاني، في الاخر انت داخل على نفس الشبكه بتاعت فيسبوك ولكن مش نفس السيرفر. فدي من ضمن وظائف الدي ان اس، اللود ديستريبيوشن، توزيع الاحمال عشان ما يبقاش كله محمل على مكان واحد على سيرفر واحد. طيب هنا السؤال بتاع واي نوت سنترلايز دي ان اس، ليه ما يكونش في سيرفر واحد حول العالم هو اللي بيقدم الخدمات دي، يعني ليه موزعينه على كذا سيرفر؟ الإجابة البديهية في أي نظام centralized دايما عندنا المشكلة الأولى single point of failure، يعني لو المركز ده وقع كل حاجة وقعت. لو احنا معتمدين على مركز واحد، المركز ده محل خطر، مهما أمنته وارد قوي انه يحصل فيه حاجة توقعه. طيب ساعة لما يقع كل حاجة وقعت، واعتقد ان احنا يمكن لو اخدتوا بالكم في الفترة اللي فاتت حصل يعني اعتقد في كذا مرة، يعني حصلت انه مثلا موقع زي فيسبوك وقع لمدة كذا ساعة في يوم. يعني في بعض المشاكل اللي بتظهر اللي بتخلي يعني مشكلة كبيرة بتخلي مواقع مهمة ممكن تقع. لو الموقع ده كان مركزي، يعني كنا كلنا رايحين لنقطة واحدة، فالنقطة دي لو وقعت كله وقع، بينما لو متوزعة يبقى على الأقل يوم ما يحصل مشكلة تحصل بشكل محدود، تحصل في المكان اللي مرتبط بالنقطة دي، بينما النقط التانية شغالة. وممكن كمان ما يكون لما انا الجهاز السيرفر اللي قريب مني يقع ممكن ينقلني على سيرفر تاني شغال، يعني وارد قوي ان انا ما احسش اصلا بالمشكله لو كان في امكانيه ان الناس تتنقل على الحاجات اللي شغاله اللي ما فيهاش مشكله. طيب غير بقى موضوع السنجل بوينت اوف فيلير، بس طبعا دي نقطه مهمه دي الاساس، لكن حتى لو مش هيحصل فيلير فاحنا عندنا توزيع الترافيك نفسه، احنا عندنا كم ضغط رهيب جدا من الناس اللي بتدخل على الدي ان اس ده، كل الناس بتستخدمه لازم، يعني ملهاش حل، يعني انت اي واحد بيستخدم الانترنت لازم هيستخدم دي ان اس، فمش معقول يكون واحد كل الدنيا بتدخل عليه،
هيبقى الضغط عليه كبير جدا، مهما زودت في امكانياته مش هيستحمل. فالاحسن انك توزع الحاجات دي على كذا واحد. ومن الناحيه الجغرافيه يفضل ان كل منطقه جغرافيه يبقى ليها السيرفر القريب منها. ثم من ناحيه الصيانه، علشان يبقى كل جهاز قائم له صيانته، وبالتالي الانظمه اللي زي الدي ان اس لابد انها تكون موزعه. لو عملتها سنترلايزد doesn't scale، يعني doesn't scale يعني ما تقدرش تكبرها. يعني حتى لو انت عملتها ونجحت في وضع معين وانت عايز تكبر الوضع ده ما بتعرفش. لكن كونها decentralized موزعه، دي بتسمح بانها تكبر. طيب كنا قلنا انه ال DNS servers ليسوا flat distribution، يعني ليسوا بنفس الندية بنفس الكفاءة، هم هيراركي، هم طبقية. هناك أجهزة لها فوقية عن أجهزة أخرى. طب الفوقية دي جاية من إيه؟ جاية من الخدمات اللي بتقدمها. يعني في أجهزة DNS servers تختص بالكوميرشال دومينز، المواقع التجارية، الشركات زي ياهو أمازون وغيره بتاخد دوت كوم في الآخر، دوت كوم اللي هو اختصار كوميرشال لأنها مواقع تجارية. هناك منظمات organizations ربما غالبا لا تهدف للربح، يعني أو نشاطها مش تجاري بالأساس، فدي بيدولها دوت اورج. ده كان تقسيم اتعمل في الاول، يعني يمكن دلوقتي يعني ما اعرفش ما زال ملتزمين بيه ولا لا، بس ايه كانوا في الاول حريصين على التقسيم ده. اي منظمه ليست تجاريه كانت بتاخد دوت اورج، الحكوميه تاخد دوت جوف، التعليميه تاخد دوت اي دي يو. وبالتالي كل السيرفرات اللي بتستخدم في النطاق التجاري، وطبعا دي اغلبهم، كانت بتاخد دوت كوم في الاخر، ودول يعني لهم سيرفرات معينه ومتصلين ببعض، لكن اتصالهم بالنوع الثاني والنوع الثالث والنوع الرابع غير مباشر، بيتم عن طريق الروت. فهناك روت دي ان اس سيرفرز، برضو مش واحد، كذا واحد، شبكه فوق هنا هي اللي بتوزع بعد كده وبتوصل ما بين الأجزاء الأنواع المختلفة، دوت أورج ودوت كوم ودوت جاف ودوت أديو. فمثلا أنت طلبت موقع ينتهي ب دوت كوم، طلبك بعد ما يطلع من الجهاز بتاعك هيروح ل أقرب DNS server اللي هو غالبا هيكون في السنترال، بيحطوا مقدم الخدمة Internet Service Provider، مش شرط بس يعني غالبا ده المفروض يحصل، ان هو يكون اول DNS بتقابله هو ال DNS بتاع مقدم الخدمة، واللي غالبا بيكون في السنترال. المفروض ال DNS اللي موجود في السنترال بيخاطب لو عنده المعلومة، لو الموقع اللي انت طلبته ده موقع من المواقع المخزنة في الـ DNS ده، فبيرجع لك الرقم الـ IP علشان تبتدي تستخدمه في التخاطب بعد كده، لأن اللي بيستخدم زي ما قلنا هو الـ IP. طيب لو مش عنده بيبتدي يخاطب الـ DNS اللي بعديه، هو بيتصل بـ DNS تاني بيشوف عنده الموقع ده ولا لأ، لو ما عندوش يبتدي يخاطب اللي بعديه وهكذا. طيب مش لاقينه بيبتدي يخاطبه الروت DNS server، الشبكة بقى اللي فوق دي خالص، وهي توجه ناحية
هي اللي بتقول ان الموقع ده ممكن يكون موجود عند واحد من اللي موجودين هنا، هتبتدي توجهه ناحيه المكان اللي موجود فيه المعلومه اللي احنا مش لاقيينها دي. يعني هو المفروض في الاول بيحاول يلاقي المعلومه في اقرب دي ان اس سيرفر ليه، ما لهاش، بيبتدي يخاطب الليفل الاعلى علشان يوجد له حل للمشكله دي، او يوجد له المكان اللي فيه الحل للمشكله دي. فهنا الروت نيم سيرفرز اللي هو الشبكه بقى اللي فوق خالص اللي هي مجمعه الشبكات اللي تحتيها، كونتراكتد باي لوكال نيم سيرفر ذات كانوت ريزولف نيم. لما في دي ان اس مش عارف، ما عندوش المعلومه، واحد طالب موقع معين وانا ما عنديش، ما اعرفش هو الاي بي بتاعه كام، فبيبتدي يخاطب الروت نيم سيرفر يقول لها بقى انا عايز الحل، بقى اديني الحل. الروت نيم سيرفر كونتاكتس اوثوريتيف نيم سيرفر اف نيم مابنج نوت نون gets mapping returns mapping to local name server. فبتخاطب بقى هي لو هو حاجه دوت كوم، تبتدي تخاطب المجموعه اللي هي مسؤوله عن الدوت كوم، تقول لها عندكم الموقع ده عايزين الاي بي بتاعه. طبعا هم شبكه، الرساله او السؤال بيلف في الشبكه لغايه ما يلاقوا المعلومه عند واحد يرجعها للروت، والروت ترجعها ليه الشخص اللي طلب ال DNS اللي طالب. طبعا مش شخص، مش انا وانت اللي بنطلب، يعني ده ال DNS هم اللي بيكلموا بعض. انت في الاخر دورك انك تكتب الموقع، و باي ديفولت الجهاز بتاعك بيخاطب اقرب DNS، واقرب DNS بقى هو اللي عليه يجيب لك الاجابه، يا اما هو يلاقي الاجابه عنده والدنيا كده خلصت خلاص الحمد لله، او ان هو يروح يدور لك على الاجابه. يدور فين بقى؟ دي بقى حاجات ما بين ال DNS وبعضه، يدور في دي ان اس تاني جنبه، او يروح للروت بقى ويسالها، والروت تدور في المجموعه اللي هي متصله بيها. هنا بيقول لك انه في حتى كتابه الكتاب اللي احنا شغالين منه، واظن الرقم ده يعني مش بيتغير بسهوله، بس كان ساعتها 13 لوجيكال روت نيم سيرفر، يعني اللي موجودين في القمه دول هم كلهم 13 واحد. لكن دول طبعا يعني الاف، مش عدد قليل يعني. ال DNS بقى اللي هما غير الروت برضو هنا مقسمهم top level domain اللي هما مسؤولين بقى عن .com و .org و .net و .edu، وفي ال authoritative دي بقى حاجات صغيرة خاصة بال حاجات ممكن تبقى داخلية داخل المؤسسات. يعني ممكن تبقى في جامعة أو شركة كبيرة عندها الـ DNS الخاص بيها، فممكن أنت تكون بتخاطب موقع معين جوه جامعة، فأنت مش محتاج الـ DNS بتاع الجامعة نفسه، هو اللي هيقول لك الموقع الداخلي الـ IP بتاعه كام، فأنت مش محتاج إنك تطلع بره. لكن لو بتخاطب حاجة من بره، فبرضه لو الحاجه اللي من بره دي مشهوره وسبق انها طلبت قبل كده، فغالبا هتلاقيها برضه على الـ DNS سيرفر بتاع الجامعه او بتاع الشركه او المؤسسه الكبيره. لكن لو لم تطلب قبل كده وكانت حاجه غريبه شويه او مش موقع مشهور، فساعتها ممكن ما يلاقوهوش ويضطر يخاطب الـ DNS الثاني. مازال هنا بيفسر اللوكال دي ان اس،
does not strictly belong to hierarchy لأن هو ممكن يبقى على أماكن صغيرة زي الجامعات والمؤسسات والشركات، ما هوش حاجة يعني قومية، مش حاجة عالمية قوي. فهنا بيقول لك each ISP Internet Service Provider has one، يعني زي ما قلنا انت غالبا في السنترال هيكون في واحد تابع للجهة مقدمة الخدمة، سواء بقى وي او فودافون، وغالبا كلهم بيتفقوا مثلا على واحد، ممكن يكون في واحد بس في السنترال يمثل الشركات كلها. وين هوست اللي هو جهازك الشخصي ميكس دي ان اس كويري، كويري از سنت تو اتس لوكال دي ان اس، او اول حاجه بتروح لها هو اللوكال اللي موجود في السنترال ده، وده المفروض بنسبه كبيره تلاقي اللي انت عايزه هناك، طالما الموقع اللي انت طالبه موقع مش غريب، موقع انت او غيرك سبق وطلبته قبل كده، فغالبا هيكون موجود. لما بتكون بقى طالب حاجه غريبه ما طلبتش قبل كده ومش مشهوره، ساعتها هيضطر ان هو يلجأ ان هو يخاطب الروت اللي هو هيدور له بقى عليه في السيرفرات التانية. فهنا بيدينا مثال جهاز at cis.poly.edu، ده موقع جامعة، موقع في جوه جامعة، عايز موقع تاني، عايز الاي بي بتاع الموقع gaia.cs.umass.edu، ده اللي requesting، ده اللي بيطلب، وده المطلوب. طيب اللي بيطلب ده هيخاطب الدي ان اس الاقرب ليه اللي هو غالبا ممكن يكون داخلي جوه الجامعة local. طيب اللوكال ده ما لقاش الاي بي بتاع الموقع المطلوب، موقع جايا، هيبعت للروت يقول له انا مش لاقي الاي بي بتاع جايا، الروت هيبعت يقول له خاطب مجموعه معينه من السيرفرز وهيديله عنوانهم الاي بي بتاعهم علشان يخاطبهم ويقول لهم عندكم الموقع بتاع جايا. فهنا هيودوا له عنوان مجموعه تانيه اللي هي المسؤوله بقى بتاعت الموقع اللي هو كان عايز يكلمه، فيرجع تاني يخاطب المجموعة التانية وهترجع له الموقع فعلا ويرجع له الجهاز اللي سبق وطلب. يبقى هنلاحظ هنا ان هو لما خاطب الروت ما جابلوش الإجابة، ما عملش هو المخاطبة وجاب له الإجابة، لأ ده هو بيديله عنوان الجهة اللي هو يخاطبها، يعني في الآخر ده اللي هيبقى مسؤول برضه ان هو يخاطب الجهة التانية اللي هي التوب ليفل دومين اللي هم الكبار اللي بتوع الاساسيين بتوع الكوم والاورج والكلام ده، فهو بيدي له عنوان يخاطبه عشان هم يحلوا له المشكله. طيب هم لما خاطبهم قالوا له ده موجود في مجموعه فرعيه وادوا له عنوانها، فرجع تاني هو برضه اللي بيخاطب المجموعه الفرعيه، بس ما كانش هيعرف يخاطبهم مباشره، كان لازم ياخد عنوانهم من المجموعه الكبيره اللي هي التوب ليفل دي. بقى كان اللي عندها فعلا الحل، كان عندها الاي بي المقابل للموقع ده، وساعتها هي اللي بعتت له الاي بي فعلا. طيب ليه ما كانش بيحصل انه لما اللوكال ده خاطب الروت هو اللي بعت يعمل الكلام ده ويبعت له النتيجة؟ ده لو حصل بيسميه ريكيرسيف كويري، بس الكلام ده فيه مشكلة لأن ساعتها إن كل اللي زي اللوكال ده كانوا هيخاطبوا الروت، والروت هو اللي مسؤول عن إن هو يخاطب دول ويجيب لهم النتيجة، معنى كده إن هو ده اللي هيقوم بالوظيفة كلها، يبقى ده هيبقى عليه ضغط كبير جدا. Puts burden of name resolution on contacted name server. Heavy load at upper levels. فالطريقة دي مش هتنجح لانها بتمثل ضغط كبير على اللي فوق لان هو انفولفد في كل عمليه.
زي ما قلنا لو انت بتطلب موقع لاول مره ولم يسبق لاحد انه طلبه وموقع مش مشهور فغالبا الدي ان اس مش هيكون عنده الموقع ده. انما وانس ان هو اتجاب مره هو بيعمل له كاشينج، يعني بما انه هو اتجاب مره فغالبا الموقع ده هيتم الطلب عليه بعد كده، وبالتالي نخزنه بقى نضيفه على الداتابيز اللي عندنا علشان لما حد تاني يطلبه ما نحتاجش ناخد وقت في التدوير، احنا جبناه مره نحطه عندنا. طيب نحطه عندنا، هل هو معرض ان هو يتغير؟ وارد، بس طبعا المواقع ما بتتغيرش بالمعدل السريع زي الصفحات. الصفحات ممكن تتغير بشكل اسرع، لكن الموقع نفسه كموقع كاسم واي بي احتماليه تغيره مش كل يوم يعني. ولكن لا يمنع انه نبقى بنتشك كل فتره هل ما زال الموقع يحمل نفس الاي بي، يعني هل ما زال العلاقه ما بين الاي بي والموقع كما هي ولا اتغيرت. فكل فتره بيبعت يتشك هل ما زال نفس الموقع ده الاسم ده يقابله الاي بي ده ولا لا. ده هنا الـ DNS record، شكل بقى الـ database اللي موجودة جوه الـ DNS، عبارة عن records، كل record يمثل الأربع حاجات دول الـ name والـ value والـ type والـ TTL. الـ name اللي هو اسم الموقع نفسه، الـ value اللي هو الـ IP address، الـ type في حالة طيب ايه الـ name is host name والـ value is IP address. في حالة طيب ns الـ name is domain والـ value is host name authoritative name of authoritative name. طيب يبقى احنا عندنا هنا اربعة types، الـ a والـ ns والـ cname والـ mx. الطيب ايه ده؟ الطيب العادي اللي هو انا بطلب اسم موقع معين وده الاي بي بتاعه، لكن في حالة الفاليو اللي هي ان اس فساعتها النيم ده اسم دومين، دومين اللي هو مثلا دلوقتي احنا عندنا الجامعة عين شمس الدومين بتاعها asu.edu، تحت جامعة عين شمس تحت الـ asu.edu في تحتيها كل كلية وليها سب دومين، يعني هندسة ENG، حاسبات CIS، مش عارف تجارة، معرفش الرمز بتاعهم ايه، بس يعني كل كلية وليها الرمز بتاعها اللي بيضاف على الدومين الأساسي اللي هو عين شمس ASU. ففي حال التسجيل اسم دومين فهنا بيبقى الطيب NS. في حالة الالياس الطيب بتبقى CName، سي كانونيكال، كانونيكال نيم اللي هو الـ الاسم المرادف يعني، او اللقب او اسمه ايه لما يكون ليك كذا اسم يعني. وفي حالة MX ميل اللي هو ميل MX الم اللي هي ميل والاكس اللي هي بترمز لسيرفر او اكسشينج سيرفر، فساعتها الـ value is name of mail server associated with name، يعني هنا اسم والميل سيرفر المرادف ليه. فهنا عنده أربع أنواع من الـ records على حسب الـ type بيحدد نوع من أنواع الأربعة. النوع A اللي هو العادي الاسم والـ IP بتاعه، النوع NS هنا بيبقى فيه الـ domain name، وفي النوع CName ده بيدي الـ alias اللي هو الأسماء المقابلة،
وفي النوع MX ده بيحط الميل سيرفر المقابل لموقع معين، موقع والميل سيرفر بتاعه. طيب الجزء ده انا مش عايز برضو نغرق في تفاصيله، لاني يعني يهمنا بس المفاهيم الأساسية هنا، فأنا هسكيب ده. هنا شكل الرسالة، أنا برضو مش هسألكم في شكل الرسالة، لكن هي موجودة عندكم في السلايد للقراءة. هنا طريقة إضافة معلومة جديدة في الـ database بتاعت الـ DNS، إزاي بضيف ريكورد جديد برضو للقراءة. طيب هنا بقى نقف عند السلايد دي، يعني أنا كده عديت 2 3 سلايدز، شكل الرسالة وطريقة إضافة ريكورد جديد. الأتاكينج بقى، إحنا كنا جبنا سيرة الأتاكس اللي بتحصل قبل كده، وقلنا الدوس أتاك والدي دوس أتاك، اتكلمنا عليهم قبل كده سبق وتم ذكرهم، ولكن هنا يعني بيعيد ذكرهم تاني ببعض التفاصيل الزيادة. أو لأ سوري بقى، مش تفاصيل زيادة، هنا الدوس والدي دوس يستهدفوا الدي ان اس، احنا كنا بنتكلم عليهم قبل كده وهما بيستهدفوا موقع عادي، انما المرة دي لما يستهدفوا الدي ان اس نفسه. الدي ان اس موقع بيقدم خدمة اللي هي خدمة تحويل الموقع، اسم الموقع الى اي بي. طيب لو انت عايز تضرب الدي ان اس نفسه، ابعت له طلبات، انت عايز تحول موقع معين لاي بي، ماشي، ابعت له بقى الطلب بتاع التحويل ده عدد من المرات يفوق قدرته على الاستيعاب. لو انت قدرت تعمل كده يبقى انت عملت دوس اتاك، denial of service، خليته يستقبل عدد من الطلبات فوق احتماله، فوق قدرته، فخلاص قفل بقى مش قادر يستقبل تاني. طالما مش قادر يستقبل يبقى معنى كده ان اي واحد تاني يجي يكلمه هيقول له انا مش قادر، مع مش هعرف اجاوبك. لو انت قدرت تعمل كده يبقى هو الموقع وقع، يبقى بالتالي كل الناس اللي بتستخدم الخدمه المقدمه من الدي ان اس ده مش عارفين يستخدموها. الكلام ده لو حصل من جهاز واحد اسمه دوس اتاك، لو حصل من مجموعه اجهزه متوزعه مختلفه حوالين العالم اسمه دي دوس، دي اللي هو ديستريبيوتد، ودوس اللي هو دينايل اوف سيرفيس. طيب في ناس بقى يعني قالت لك طب ما احنا لو قدرنا نضرب بقى الروت سيرفرز اللي هم فوق خالص، اللي هم اصلا بيتحكموا في كل السيرفرات الدي ان اس اللي حوالين العالم ده، احنا كده يبقى قفلنا الانترنت كله. اضرب الروت يبقى انت كده الروت ده المركز بقى، فانت كده تقفل كل الدي ان اس وبالتالي تقفل الانترنت كله. فهنا بيقول لك ان هو لم ينجح احد حتى الان ان هو يعمل الحركه دي، يعني هم مامنينها كويس، يعني بحيث انهم ما قدروش اي جهه بتحاول تضرب الانترنت ككل ان هم يوقعوا الروت دي ان اس سيرفرز نفسها، لكن يقدروا يوقعوا حاجات بقى بسيطه، حاجات لوكال، حاجات كده محدوده يعني. ممكن يستهدفوا ليفل دومين سيرفرز اللي هو مثلا المجموعه المسؤوله عن الدوت كوم او الدوت اورج، بس برضو مازال يعني لم يصل حتى الان احد ان هو يعرف يعملها، وان نجح هتمثل مشكله كبيره، لان هي دي بتتحكم في عدد كبير جدا من السيرفرز، يعني دوت كوم ده بالذات مثلا اغلب الاجهزه بتنتمي ليه، فلو عرف يضرب المجموعه الكبيره اللي ماسكه الدوت كوم كده ضرب كل ما يتبع ذلك من مواقع الشركات كلها، او دوت جوف مثلا اللي هي مواقع حكوميه. هناك هجمات من نوع اخر، مش شرط ان انا اوقع السيرفر، لكن ممكن مان ان ذا ميدل او دي ان اس بويزنينج. مان ان ذا ميدل معناها ان انا واقف نص ما بين طرف بيبعت وطرف بيستقبل، واخد الرساله باي طريقه ما واسرق المعلومه،
يعني اعرف معلومه مش من حق اعرفها استغلها. دي بتستخدم في حالات كتير قوي، وطبعا اهميتها بتيجي من اهميه المعلومه اللي انا عارف تحصل عليها. يعني ممكن المعلومه تبقى ملهاش معنى بالنسبه لي، مش هستفيد حاجه، او ان المعلومه هيجي من وراها فايده. فهي فايده مان ان ذا ميدل هو انه يعرف المعلومه ويستغلها، لكن هو ما بيأثرش على مسار المعلومه، بتفضل ماشيه زي ما هي، يعني بتوصل برضو للجهاز اللي بيستقبلها. فالفايده هنا بترجع لاهميه المعلومه المنقوله. طيب الهجوم الثاني اللي هو الدي ان اس بويزنينج، اني ابعت معلومه غلط. يعني ممكن دي ان اس سيرفر لما يجي يطلب، لما واحد يطلب من دي ان اس سيرفر موقع معين ما يلاقوهوش عنده، يبعت يطلب الاي بي بتاع الموقع ده من الروت. فانا واقف عرفت اسمع الطلب ورحت باعت الدي ان اس اللوكال كما لو ان انا الروت بعت له المعلومه، بس بعتها له غلط. يعني قلت له بص، هو الموقع اللي طالبه الشخص ده الرقم بتاعه كذا، ورحت انا مدي له معلومه غلط. وممكن تكون مش بس غلط، ده انا ممكن اكون بوجهه الموقع تاني تبعي، علشان بقى ايه، اخلي الشخص ده كان داخل مثلا على بنك، فانا اروح انا عامل له موقع تاني للبنك وابعت للدي ان اس الاي بي بتاع الموقع بتاعي اللي هو مش البنك الحقيقي. وبالتالي الشخص ده يدخل على موقع اللي هو مش حقيقي، وهو طبعا باين له ان هو الموقع العادي بتاع البنك، ويبتدي بقى ايه يدخل بياناته، وانا اعرف بياناته. ولما اعرف بياناته بقى انا اروح انا على الموقع الحقيقي واسرق بقى ايه فلوس. يبقى انا ممكن عن طريق البويزنينج ادخل ريكوردز غلط الى الدي ان اس، اقل ما فيها يعني في اقل الاحوال هتسبب مشكله، لان الناس مش هتعرف توصل للموقع. وفي اسوأ الاحوال اني ممكن اخلي الناس تدخل على مواقع تانية وتدخل معلوماتها المهمه في المواقع التانية اللي هي غالبا بتبقى تبع الشخص اللي هو بيقوم بالجريمه. يعني المشكلتين دول تحت الهجمات اللي هي غير المباشره، لا ريدايركت، معناها اني بتدخل في عمليه توجيه الايميلات، الرسائل اللي ما بين الدي ان اس وبعضها. النوع الثالث اني بستغل الدي ان اس نفسه علشان يساعدني نقوم بعمليه دي دوس. يعني احنا عمليه الدي دوس ديستريبيوتد دينايل اوف سيرفيس، انا محتاج اجهزه تساعدني علشان نهجم على جهاز معين لما يكون الهجمات جايه من اجهزه مختلفه. فالجهاز اللي احنا بنهجم عليه مش هيفهم ان هما متفقين مع بعض، وغالبا الاجهزه اللي انا بتفق معاها دي مش لازم اتفق معاها بجد، انا ممكن استغلها بدون ما تاخد بالها. فهو هنا ممكن يعمل يستغل الدي ان اس نفسه علشان يبعت من خلاله. يعني مثلا انا لو الدي ان اس ده مفروض كل ريكورد فيه موقع معين واي بي، موقع واي بي، تخيل لو انا دخلت جوه الدي ان اس عرفت اثر عليه اغير فيه، وكتبت مثلا كل الاي بي، كل المواقع ليها اي بي واحد، والاي بي الواحد ده هو الموقع اللي انا عايز اهاجمه. يبقى الناس لما تيجي تاكسس الدي ان اس يروح مرجع لهم اي بي، المفروض الاي بي ده يقابل الموقع، لكن فعليا انا غيرته وخليته يقابل موقع واحد. فالناس كلها تيجي تروح ماكسس الموقع الواحد ده، فالموقع الواحد ده يقع. فانا استغليت الدي ان اس علشان ابني من خلاله دي دوس اتاك على موقع معين. ايه عشان وقت المحاضرة.
فاضل لي البي تو بي تاخد اكتر من 10 دقايق. طيب انا غالبا في الشابتر ده مش هحتاج ادي الفيديو ستريمينج. لا والله في حته برضه عايز اقولها فيها. طيب يبقى خلينا نقف عند السلايد قبل البي تو بي ونرجع نكملها مع بعض بعد الميد ترم بقى ان شاء الله، اللي بعد الاسبوع اللي بعد الجاي. حد عنده اسئله؟ طيب شكرا يا شباب وربنا يوفقكم ان شاء الله.